شوف رزم كم هذا يا ابوي؟ ما يخصك. بعدين انا بحطهم في نايلون وبدفنن. زين وين بتدفنن؟ خبلانه خبله اخبركم. مدمغ مدمغ انا مدمغ. ما يخصكم. انا بسير الحين بحطهم في نايلون وبدفنن. ما بحد منكم يتبعني ويلحقني. تقرون مكانكم. فهمتوا؟ ايه؟ ما بتقوم تسحب؟ تب مكانك انت. تم. الله العظيم. اها. انا الصراحه قمت اتروع ارقد في الليل. حق شو تروعي؟ تعالي ارقدي عندي يا اختي. لا. اخاف تتروالي وانا راقده. أقول حميد عونك عمي. عانك الله على الطاعة إن شاء الله. إلا بتخبرني الغافة هذه اللي تسير لها بنت صوغان وين بقعدتها؟ والله يا عمي الغافة هاي أنا ما تسرت لها، لكن صبيحة تعرفها ودلها زين. وانت وش تبع هالغافة؟ يا أخوي بنسير نشوف حالنا هناك شارات بنت صوغان بنحصل لنا صوغة. تراني عارف البوش. لا تعراني ما عارف البوش. والله يا عمي أنا أقول لك لا تعب عمرك، هذه الحاية ما تستوي غير لشمة، ولا استوت استوت حق قمر ولا صبيحة، تراهم يسيرون كل يوم بس ما ييهم شيء من وراها. زين يا غريب وشو تبع مني؟ مساعة هناك عند المسيد قلت لي أباك في أمر ضروري، قل لي وش تبع. أقول أبوي حميد قم شل نعولك سرخيمك عند رمسة ويا أبوك. ما يحتاج إن شاء الله عمي إن شاء الله تامر. ها كأنه كله تبع سلف. قبض أنت قبض سلف. اللي يسلف العرب ما يتسلف، لكن أنا جايب لك حاية بتنفعك وبتنفع ذريتك من عقبك. ها الشو هالربزة هاي والقوم الشو تبي تورثني شيء أنت؟ سمع أنت ورثك شيء؟ أنا ذاك اليوم ساير دبي عند واحد من التجار. علمت وين يحافظ بيزاته؟ وين؟ عنده صندوق حديد يسمونه التجيري لا والله التجوري. والله ما يشلونه غير أربعة، وباما ما ينفتش إلا مفتاحين. ها سيرهن تقول ريول أرضي. شفت مسامير البوانيش؟ هي هن هذه لطولهن. زين سمع انت شو زين؟ انت شو رايك انت ناصف جيمته وناخذ لنا واحد ويحافظ بيزاتنا عن السرقات؟ وش عين ابوي انت شارك؟ ابوي كل واحد ياخذ له صندوق، صندوقين ناخذ بس. اسميك انك مدحوب. غالي ابوي ب 500 ربيه. والقوم 500 ربيه وايد؟ اكيد انه وايد. ليش انا قلت لك بانت ناصف جيمته؟ عشان يحافظ بيزاتنا عن السرقات والحراميه. ما شيء مانع، لكن انت اللي بتيبه لنا. ثجيل الغالي بنسير في موترك وبنيبه وبرد. لا ابوي موتري لا، بوصي عليه يجيبونه عناقه. سمعت مني؟ تبي تحارب الموتري انت؟ والله انك بالعقل. والله يا الناقه يا شلفه يا تاخذ بعمرها تبرك بقعدته. انا ما تحترك من مكانه. خلنا بنسير نيبه في موترك بارك الله. اخوي بيبي يقولون انت راعي طبل، صح الكلام هذا؟ شو المشكله؟ شي يحبسونهم الحين بعد اللي يدقون طبول؟ لا لا يا أخ بيب، أنا عرسي الخميس هذا إن شاء الله باخذ غزيل بن صوغان. تاخذ غزيل؟ هي أباها أباها أباها. هي أنا الود ودي أنا أدق طبل. هي أنا متعلم دق الطبل يوم صرت بمبي الهند. هي عارف أدق دست بري. هي مص 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 دست بري. هي لكن ما روم عاد. انا قلت منو عاد؟ منو بيوقف وياي؟ انت يا بيب. نعم اباك تولف ربعك هذي اللي يدقون طبل. وانت زمار انا شايف انك. نعم اباك تزمر في عرسي. دخيلك عاد وقف وياي هالوقفه. حلو، يعني تبوني اسوي لكم مزمار للشيطان؟ لا لا يا بيب انت فهمت غلط. المطوع قال ما قصده انك انت ريال فيك مس، فيك جن. عرفت كيف؟ يعني الجن اللي فيك راعي هو ما يظهر الا بطبل. نحن بدك طبول انت بدك طبول ان شاء الله بيظهر منك الجني. عاد وين بيظهر نحن ما ندري. ما علي خلي عنك انت السوالف هاي كلها. في بيزات ولا ما شيء؟ اكيد في فلوس. ولا ببشرك بعد انا ناوي ادق وياك القانون كله وياك. ايش تبغى بعد؟ انا عندي شغله واحده بس. انا خايف ابوي ما يطيع بس. يقول لك القانون كله وياك. اي ابوك اما انت غير نمونه. صدق انك بيب. ما شاء الله يا غزيل
رايدك شكله متعافي، عادة لازم تتعلمي كيف تسوين العيشة، ولا هذا شو بيترس كرشته؟ الله يعينك يا غزيل، عادة عن الربادة عقب اليوم، عندك ريال ما يفوت صلاة، خاصة الفير. هذا اللي اسمه صنقاح شكلها ريال زين، ليش ما تخبرونه يتزوجني؟ صدقك هل قال صنقاح الشاهد وبيب عدك عاد الا اخوي ما تغلطين على اخوي. شوفي اخويا ما شاء الله عليه زين الشباب زين عاده ما قلنا شيء بس هذا مشكلته يبيع لهم يابس. عفان الله عفان الله منكم من بنات انتم ما تقدرون تنظفون قلوبكم؟ اليوم فرحة عرسي بدل ما تجلسون تيببون ياسين تحنون يببوا فقرتكم. والله يا سريع يا اختي هذا اللي صابكم كله من الحسد ولا كان الحين عندكم خير الله؟ شو حسده انتي؟ لا حسد ولا شيء. يلا عاد عن البهتان هذا. السرقات السرقات. شو سرقات انتي بعد؟ ويدي يلا بالستر ما شي سرقات بحتنون على الناس اللي كذي. يا الدوف ديتك هي تطري سرقت بنت صوغان. انزين انا عرفت اللغز وبخبرش انا. ما شي فايدة يا الدو خلاص الناكه وسرقوها. انا شي علي سرقوها ولا ما سرقوها المهم اني عرفت اللغز وبس. انزين يا الدو فديتك اقول لك الناقه انسرقت خلاص ما شي فايدة من حل اللغز. خليها يا شمة تقول. قولي يا سريعة. شو اقول انتي بعد؟ حل اللغز. حلك بطنك. دو شمو شو يقول اللغز؟ ذكريني انا نسيت. خلاص يا الدو مو بلازم. شمو قولي اللغز. يا صبر ايوب يا يدو اسمعي. يقول بنشدك عن ضيف يضيف المعازيب. عجيب. يذبح عشاه ولا يذوق الوليمة. الله الله. يشرب ولا ياكل. ولا ياكل. يسمع ولا يجيب. شو حلها يا العقول الفهيمة. الفهيمة. عرفت الأشار. عاد اسمح لي الحل عندي أنا. سلمكن الله هذا الياهل. الياهل يوم انه ينولد يضيفون المعازيم يوم يذبحون العقيقة. العقيقة صدقها. وما يتذوق من العزيمة لأن ياهل يشرب الحليبة وما يروم ياكل. يسمعكم لكن ما يروم يرمس لأن ياهل. آه شو رايكم فيني؟ ثرتي مو بهينة يبتي الحل. عيال أبوي يوم اللي كذي عيال يلا يهيلن. شو أخبار العرس يا بخيت؟ إن شاء الله أموره تيسرت. لا لا بشرك الحمد لله الأمور كلها تمام وأمورها طيبة الحمد لله. شو اللي سمعته يا بخيت؟ صدق الناقة بنت صوغانة سرقت؟ يا حسافة هي والله انسرقت وما تهنوا فيه. كثرة السرقات يا بخيت شو السالفة؟ ما حيد فريجنا فيه حرامية. أنا روحي مستغرب من هالسالفة ما أدري شو السالفة. شو اللي تغير؟ ما تغير علينا شيء. الناس هم الناس والحال واحد. نحن من دخلوا علينا هذيل الثلاثة والسرقات يتنا تقول هم السبب. منو قصدك؟ خماس وصنقاح وقضمة؟ اي نعم. لا 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 حضرة القاضي لا الله خليك لا تحطي في ذمتك يا ريال. واحد منهم في الشرطة وواحد امام مسجد. لا 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 يا ابو مايد لا تظلمهم. اسمعني هم على عيني وراسي بس الحذر واجب. يا انك تطلع الحرامي يا انك تخلي حد يراقبهم ويسمع سوالفهم ويجيب لك العلوم والاخبار. كيف يعني انت شاك فيهم؟ اي نعم انا ما يغرني الكلام المعسول والطوع المزيف. لكن كيف نراقبهم؟ اخاف يحسون فينا. اتصرف والظاهر انك تعرف شغلك زين ما زين يا بخيت. ابشر ابشر طال عمرك ما تيك الا العلوم الطيبه. هالامور ما ابغيها تتكرر في الفريج مره ثانيه. تسمعني يا بخيت؟ ان شاء الله. انت ابوي ايش حقه شايل شنطتك؟ هيدو تمو يومين عندنا وعقب سربيتك. السموحه منك عمي خلني بروح
بلبق عليه. بصراحة ما أخذ راحتي. بعدين بيتك يعني كل يوم ينسرق، مستوي خري مري. ما فيني أبوي يسرقون حرمتي ولا يسرقوني. بيتي أنا خري مري؟ هي. أقول بيني وبينك أنا أبغي أفتك من حشرة هاي العيوس. أي صدقت والله صدقت. بعدي أنا ما ألومك، كيف تأخذوني وياكم؟ أنا أخوي أبغي أطلع من هالبيت، أبغي أفتك من ها. لا لا لس لس لس. شو هي لس؟ شوف 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 وقفتها ترى مو بالله، هذه عندها شيء تبغي تقوله. اسمع اسمع. ويدي قضمة، وين سايرين تالي الليل تسحبون لبنية؟ صدقتني ما قلت لك. يا الدوه باركيلي انا تزوجت قضمه. ريلي ريلي ريتش ويا حصاه. ويدي حد ياخذ قضمه الخبره هذه؟ انت قلتي بتاخذين منصور العري، وش اللي بدله واستوى هذا؟ ولا قعتي لقعه. منو هذا العري؟ يا ابوي لا تلتقع، زيقتنا يا ابوي زيقتنا. انت الحين انت بتحط عقلك وعقل هذه بتصدقها؟ هذه تقول اي كلام يعني عقب اذا قالت لك بتاخذ يموع ولد حلوب بتصدقها؟ انزين ابوي نحن بنتوكل، تامرني على شيء؟ ابوي هذا ريلك، ابغي تكوني مؤدبه حشيمه ها؟ وتديرين بالك على ريلك. ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. عمي ها زين انك نصحتها. مع السلامه. مع السلامه يا الدو. لا سلمي عليها، ما يحتاج. طفي طفي. ما يحتاج ما يحتاج. من هو العري؟ ريال. ادري الريال مو بقطو، حتى انا كنت احب واحده اسمها ناريله، بس تزوجت سعود الدقاب وحبوني وايد بنات. يعني شو حبيبي؟ تباني غار عليك غناتي؟ طوف يا بعد هلي طوف. طايف يا بعد طوايفي كلهم. ويدي صوغان؟ ها البنية صاحبنا الريال وين ودنا؟ شو الريال؟ شو بلاك انت؟ ريلها ريلها عرسها وسارين بيتهم معاريس معاريس. ريلها يعني هي هي. انت وين سايرين نص الليل ما يتروعون؟ سايرين يلعبون، سايرين بيتهم بيتهم مو سايرين البر. بيت. ليل ليل. ايه ليل زين، في نص الليل يوديها ما يتروعون من كلب، ما يربع وراهم جني، هب زين شي، ايش قد ما تنصحهم، ايش تباب تسكت عنهم. بصير برق، تبغين شيء؟ ايه يا صوغان، اطلب منك تغني لي الاغنيه اللي غنوها من الساعة. اي اغنيه؟ هاي اللي يقولون الفار الكلب مالومه، قطع عيوان العومه. زين وبعدين؟ أباك عادة تسمعني إياها، تراني عيبتني دخلت أنا في مخي، وأباك تقولها لي أنا. هي تالي الليل أغني لك أنت أغنية الفار. أولا الفار الكلب غلط، ما قالوا الفار الكلب. ما علينا زين. لا علينا علينا. لا تقولين الناس. ما قالوا الفار الكلب، قالوا الفار الكلب. هاي من عندك أنت، أنت اللي جبت الكلب ولا هي الفار بروحة؟ هاي أولا. زين ثانيا. ثانيا نعم. انا ابوي قاصرين لي فيران في البيت، ناقصنا فيران، البخار متروس فيران. تبغيني انا اغني على الفيران؟ انا ابوي لا اغني لا على الفيارين ولا على الطاوله. ثالثا سيري ابوي تحرم عوده، سيري صلي لك ركعتين ورقدي ابرك لك. زين يا صوغان انا ما شبعت من هالاغنيه. شو تشبعين وما تشبعين؟ أبوي العومة أغنية أغنية، مو بأكل تأكلين تشبعين. وبعدين أنا ريال إيش كبرني؟ تبغيني أنا أغني لك الحين الفار أنا مالومة خبق يوال العومة؟ هاي سالفة هذه؟ يا بنت الحلال حرام عليك، ارحميني ارحمي حالي. هذا ليش ودروني وساروا علي؟ تعالوا خذوني وياكم وياكم أنتم. شوفي ترى هذا ابتلاء من رب العالمين، الله سبحانه وتعالى له حكمة. نعم شوفي الله يبلي الإنسان بمرض، مرض. يبلي واحد بفقر. نعم. يبلي واحد بجذام. نعم. يبلي واحد بجدري. يبلي واحد يطلع له ولد مينون خبلة. وأنا الله بلاني في جدي، ففكيني من شرك الله يخليك. صوغان. نعم. أنا بغنيها بغنيها الفار أنا أحب وياكل العيش حب حب. الفار أنا أحب وياكل العيش حب حب. منو اللي يأكل العيش؟ الفار. شكا يأكل العيش؟ حب حب. ولدي شكا تأكل العيش؟ حب حب. هل معلوم الفار؟ عندكم صار عني يبتك هريسة، قلت يمكن ما شبعتي. مشكور يا بيب،
بس أتمنى حد ما يكون مساحل. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني تقردني عشان أوافق عليك. أنا قالوا لي إن راسك اليابس لان واستوى شرات السمن الحار على التاوة. والله عاد أنا قلت لهم بستخير، لا تستعيل في الرد. وشو إن شاء الله استخرتي؟ صليت واستخرت. شو شفتي؟ والله عادي يعني ريال في الحلم كان يقول لي لا تاخذين البانوش خذي البوم. وشو دخل البانوش والبوم في سالفتنا؟ والله عادي ما أعرف، بس هو شي طويل وعريض وراس عود وعيون صغار وأثرم وما في ضروس. عومة؟ يعني يقصدني أنا؟ ومن هو هذا الجليل الحي اللي قال هالكلام؟ بديك السالفة لا تستحيل. سألت عمي طويرش كان يقول لي هالبانوش بيب والبوم واحد مقتدر. كان يرد لي الريال ويعطيني سطارع ويهقو قبل ما يصير. قال لي يعني تصومين تصومين وتفطرين على عومة؟ وانتي الحين ما حصلت غير هالأثرة من الصدقينة؟ هذا لو في خير كان نفع عمره. عيد النظر يا نظر عيني. والله عادي يا بيب، أنا أقول تشوف لك بيب ثاني، أقصد بنية ثانية يعني. ما علي ما علي يا قمر، خلي الريال يثرم اللي طلع لك في الحلم ينفعك، باكر بتندمين. وبعدين أنا عارف هذا الريال أبو راس عود وعيون وصام وثرم، ما حد غير أبوي. ما علي. سار؟ هي سار. مسكين هالبيب، كاسر خاطري، خاطري بنية تحن عليه وتاخذه وتفرح قلبه وتخلي بنات الفريج يحسدونه مسكين. اي والله. صلب عودك انت مهرس، عفا عليك، حي الله فنر البيت، حي الله بنت غزيل. مشكور مشكور عمي. اقول قضمه اذا بغيتوا شيء بسكحوا. مشكورين، ما في نكحه. زين اذا شيء نحن بنخليكم براحتكم وبنظهر نحن. اقول قضمه باذنك بناخذ المندوس. المندوس يا ابوي خله خله عادي. نحن براحتك نباك تستانس حرمتك، عشان ما يضايقك المندوس بناخذه. يا ابوي مو بوقت مندوس الحين، اقول لك خله تعال باكر مو بوقته. انت خلاص خله براحتك، نعرس ما نبغى نضيق عليه، خليك انت شيء والصبح ان شاء الله الغبشة نحن عندك بناخذ المندوس. لا الغالي انا بنشت الظهر، شي نششني من الغبشة شي، شو كالفني؟ هي منو بيصلي في الناس الفير؟ بصلي في الخيمة، مو بلازم اسير المسيد. واذا سالوا عني قول لهم قضم ابوي صابه ينون، صلاته ما صح الحين. سبحان الله، يمسي المؤمن مسلما ويصبح كافرا. يا رب ثبتنا على دينك. يلا ابوي خماس خلينا نروح. مندوس ما تبغى ناخذ مندوس؟ يا ابوي خلوا المندوس مو بوقت الحين. هذا يمسي مجرما. اقول لك هذيلا ربعك بيتمون لنا كذيك اليوم؟ حسهم مغثه. لا هم خمه صح. نعم بس صدقيني هم طيبين وقلوبهم بيضة، ما عليك منهم انتي. اقول لك ما تبين ماي ناريل، ترى ميودنا لك من يومين. خل عنك الناريل، اسمعني كظومتي، اذا ربعك هايل بيتمون لنا كذي، انا قلت اخذ لي بيت جديد من الحين احسن. حلو، بدأت تشرط على ابو صبري من اول ليلة. مو بتشرط، هذا حق من حقوقي. قضوم شوفي هالمندوس اللي يبونه. شو تبين هالمندوس؟ شوفي هذا المندوس المتين اللي قدامك اللي متروس غلا وحب رواسي. احبك حب قلابي، اعشقك عشق صوغاني، اودك ود صنقاحي، اغليش غلا خماسي، داندانا ودانتين، داندانا ودانتين. خل عنك التقردين، خذ عني خليني اشوف شو فيه. يا ابوي قعدي، هذا مو بوقت مناديس الحين، هذا وقت كظوم.
ما الحلال ما يصير بعيد. يا الله يا ريحة الدنيا. يا الله يا الله. يودي زين يودي زين. بويا ما تقول لي شو تسوي؟ شو تشوفني اسوي؟ اغني يعني؟ ها اشخط على هالنيطان. انا الله يسلمكم ابوي الله يرحمه، لا قبل الله يرحمه قبل يموت هي. علمني شيء وايد زين تدرين ابوي. يلا يلا يحصل لك كم النوط من يحصل النيطان يقوم ياخذ الاجحال ويخط على النوط، أو إن إذا حد سرقني يعرف نوطه وين. أبويا أنا يدو علمتني أرش البيزات بعنبر. أنتوا حصلوا العنبر أول رشوا على أعماركم ترشوا، هني المشكلة هني الورطة عيال فقر. عنبر يعطيني شوي. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. يلا صباح خير ولا جي خير. صبحك الله بالخير يا طويرش. مرحبا ومسهلا يا غريب يلي بشوفه حظ ونصيب. أمرني يا الغالي يا الحبيب وأنا والله لك أجيب. أب 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 ثرك شاعر. خلنا من سالفة الشعر الحين، شو الرأي عشان التجور اللي بنسيرني من دبي؟ ايه يا رجال انا شاورت الحربة وقالت لي ابوي لا تعقبوي بيزاتك في شيء ما يسوى والحافظ الله. افا ترى القيد عندها، شو الرأي الحين؟ والله شو اقول لك يا غريب، ترى التجوري هذا غالي ابوي، لو بخمسين ربية انت شريت لك واحد وشريت لي انا واحد، لكن بخمسمية ربية لا والله ما ضاع. سمعنا عيال الغالي انا بوصي عليه من دبي ان شاء الله وبيجيبون لي واحد وبحافظ بيزاتي، وباكر يوم بيسرقونك الحراميه لا تم تصفق اليسر على اليمنى بن واحد وتربع حافي وتمشع شعرك تبغم يا غوثاه ويا غوثاه. ابوي انا بيزاتي حلال ما ينسرق. الحرامي ما يعرف حلال ولا حرام، حتى خنيارك بيشلها عنك بتبغم بالمالحه. يلا فداعت الله. ابوه هب هباك الله يسرقني انا ولا يسرق خنياري. ابوي هذه مخطفه الله في ذبتي. حرامي بيسرق خنيارك علمو شال كلام اللي تقوله يا غني في ذبتي انك انت موذي. قضمه تراني مو بياحل، خبرني هذيلا بيزات ابويا اعرفهم عدل معلم عليهم بالتحال. هوب 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 هوب
جست بري هيم مست 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 جست بري هيم مست جيبوي ما حد عندك حال غير ابوك هذيله بيزاتي انا تعبان عليهم شقى عمري وبيزات ربعي لو عندي مصحف كان سكيت عمري بيمين نعم خلي اليمين عنك لو تعتلي السما وترد يني مو مصدقت انك افا يا غزي من اول يوم من اول يوم ما تصدقين رايلك انا ريال مصلي وصايم انا امس دافع اصدقاء ربي حتى كل الفريج يعرفون انا وايد اصلي صلاتك حقك اول بادي هذيله بيزات ابويا وثاني شيء الذهب ذهب اختي شمه لا هاتي هاتي السكين ونحريني من بلعومي ما ابغى خلاص ما بالدنيا انا خلاص وصلت فيك المواصيل يا ابنة صوغان تسرقين ريلك الشريف العفيف انا ما قلت انت اللي سرقت انا اقول شو اللي يابهن عندك غزول يا بهجة حياتي يا احلى بنت في هالفريج في عمري كلها ما شفت بنت احلى منك اقول خلي عنك هالسوالف قوم خلينا نسير الفلي وننقع عيوننا كذي في الماي ونستانس ها بقول لك قصة يأجوج ومأجوج والعور الدجال هي ايوه ناسه واي فلي قمة من الحين اقول لك اذا ما بتخبرني من ويني بتهن تراني بصير اخبر ابو وابويا ما ادري ليش سويت كذي ايدي شوابة عندك تزغدني تزغدني يا قبضه من اول يوم سامحيني سامحيني يا صحه عمري ما ادري ما ادري ليش سويت كذي تراويتي لي كانك شيطان مو مسبح لا تصيح انت رب تصيح مثلك لا تصيح انت رب تصيح مثلك لا تصيح انت رب تصيح مثلك انا تصيح انت رب تصيح انا الشيطان اللي ما متسبح انا دوك دوكا هاكم من اول يوم يضاربون قايل لكم ان العرس مشكله ما العرس هذا ونحن ما العراس يا ابوي ما زواج نحن الله يهديكم الحريم مشكله ذي الحريم طالع منو يرمس نسيت عمرك يوم تصيح شرات الياهل حق مطلقتك وا 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 والحين تقول باع كنت ياهل بعدني ما افهم ياهل يا عريش كبرك لحيتك بيضه تقول ياهل زين اسمعني انت الحين انا الحين خايف ان هاي تشوف المندوس وتفتش وتعرف شو اللي فيه وان شافت اللي فيه بتعرف ان احنا حرامي بتفضحنا ربيع قايل لي بارحه اشر له اغامز بعيوني اشر له بدي لكن الطمطمه ما يسمع مخه مقفل نحن العرس لهانه اسمع خماس المندوس يبات عندي يبات عندي اليوم تفهم ولا قم تفتح الباب قم انا لا لا خليك مو جاي نحين الشرطه صباحكم الله بالخير صباحك الله بالخير سيدي بخيت شو هالزيارة الحلوة الطيبة